السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نعمل رسم على الزجاج. طبعا لازم يكون عندي لوح ازاز حجم الرسمه اللي بدي انا ارسمها. راح نرسم اليوم هاي الورده. يكون عندي بترونه، ممكن احضر عده بترونات. اخترنا اليوم هاي البترونه، نحطها تحت مكان ما انا بدي ارسم بهذا الشكل. بدي اثبتها. هلا بدي احضر المواد اللي بدي استخدمها. حضرنا الرسمه والازاز. رح نحتاج لانواع من البرق، في منه الوان كثيره. هذا موجود في محلات نزال، في سوق البخاريه موجود منه. بنحتاج للغراء. الغراء طبعا ما رح اخليها جامده، رح اخفف منها بالميه. ورح نحتاج لنكشات الاسنان. حط شويه غراء، مخففها بالمي لانه الغراء جامده، ما بدي اياها جامده انا، وما بدي اياها كثير طريه عشان تنتشر. وسط جيب مي، انه خففناها بشويه مي. هلا بدنا نثبت الكريستالات كانها بذور للزهره. بنجيب نكاش الاسنان لانها اقل شيء اللي ممكن نحصل على غيرها. ما بدي احصل على غيرها كثير عشان ما تنتشر على الرسمه، فبحط مكان ما بدي احط. ممكن احطه متراس وجنب بعضه او بعيد شوي عن بعضه. هي الغيرة هلا لما بحط الاسترسة راح تفرش وتسكر المكان. احنا ليش بنستخدم الغيرة؟ الغيرة هي الشيء الوحيد اللي لما بينشف ما بيعطينا لون ولا طبقة، يعني بيعطينا لون شفاف. لما بينشف احنا هلا بتهيئ لنا انه في غيره كثير، بس لما بينشف ما راح يكون. بحط الغيره بهالطريقه هاي للبرق، عفوا. ممكن اعمل بتلات اللي زهرات لبرا بلون غامق، ولزهرات لبرا بلون فاتح، وللجوا بلون غامق، بحيث اني اعمل اضاءات انه جاي بالظل او جاي بالشمس. ممكن انت تلعبي بالالوان حسب ما بتحبي. هلا في عندي هاي بتركها لتنشف عشان بعد ما تنشف انزل البرق بالفرشاي بنظفها، فاللي ماسك بالغرام ما بينزل، رح تصير عندي الشكل بهذا المنظر. نظفته كله بالفرشاي. اللي ثبت على الغراء ما رح ينزل، واللي خارج الغراء، خارج المنطقة اللي ما حطيت فيها غراء، كله تنظف. النتيجة بتصير عندي بالشكل هذا. هلأ بعد ما خلصت الألوان هاي، ضل عندي الأخضر. الأخضر كمان رح أحطه إشي غامق وإشي فاتح، حتى تطلع معي ظلال مختلفة. بتطلع اللوحة معنا إلها روح، مو جامدة. فهلأ رح أحط اللون الأخضر. رح نحط هاي على جنب عبين ما تنشف، انه هاي نشفت واستخدمناها. هلا بدي احط اللون الاخضر هاي البرق. طبعا زي ما حكينا رح نستخدم اشي فاتح اشي غامق. بجيب صحن ثاني وبحط فيه اللون الاخضر. كل ما احس انها صارت جامده راس النكاشه بمسك واحده ثانيه عشان ما تطلع عندي غيره بكتل. هلا انا فتحت اللون الغامق، راح احط الظلال الغامقه، احط بالوسط وبفرش. ممكن اعمل عكاسات على قواعد شمع على اي شيء بهاي الطريقه. طلع معي كتير، رح احطه عمودي. بنظم الرسمة، هي محددة عندي وجاهزة، يعني ما في مجال لانه الواحد يغلط. بخلص البتل الخضرة كلها هاي. اذا حطيت طبقة سميكة رح تطلع انها بارزة. طبعا انا البرق اللي بحطه مش بس على منطقة الغرة، بحط على منطقة أبعد منها عشان أضمن إنه كل الجهات إجاها غرة ويمسك فيها البرق.
البرق اللي مش واصل للغرفة بيروح، مش مشكلة لو كانت البرق منتشر بمكان ما واسع، يعني بحطه بمساحات كبيرة، بس أنا لما أتكه رح يضل في المنطقة اللي فيها غرفة، بس إن أنا إذا حطيته بمساحات واسعة بضمن إنه كل الغرفة إجا عليها لون. طبعا أنا بحطه زي ما شفتوا حكينا أكبر من حجم الرسمة، بس ما رح يمسك إلا على الغرفة، بعدين بنظفها بالفرشاي وبحصل على هاي النتيجة. هاي اللوحة، وبعد ما ركبت البرواز برضو حطينا الغرفة وحطينا عليها برق عشان نحصل عليها بهالطريقة. هاي النتيجة اللي بنحصل عليها، لوحة بهذا الشكل. وطبعا أكيد عندكم أفكار أنتوا أكثر، رح تطلع معنكم قطع أجمل إن شاء الله، ونتمنى أنكم استفدتوا اليوم.